انتهى من القسم الأول شرع في القسم الثاني تفسير التوحيد. الآن يقول: ها أنا أفسر لك التوحيد الذي وجب عليك وتشوقت إليه ولابد من تحقيقه والخوف من ضده والدعوة إليه. خذ توحيد من هنا إلى نهاية الكتاب، لأنه قال في المسائل وشرح هذه الترجمة ما بعدها من الأبواب، يعني إلى نهاية كتاب التوحيد. وفي نهاية الكتاب ماذا قال؟ وما قدر الله حق قدره. قال انتبه، لابد تكون بين الخوف والرجاء، لا تتعاظم، لا تتعالى على الناس، لا تترفع، لا، مهما توحد توحيدك في نقص. لابد أن تخالف الكفار إنه ما قدر الله حق قدره. كتاب والله أخواننا الشيخ صالح على الشيخ عندما أراد أن يشرح كتاب التوحيد ما استطاع. ألف إيش؟ أي كتاب؟ تمهيد. التمهيد هذا ليس بشرح لكتاب التوحيد، اسم الكتاب التمهيد لشرح كتاب التوحيد. إذن إلى الآن هو لم يشرح كتاب التوحيد. ابن باز رحمه الله، الشيخ ابن باز رحمه الله في آخر درس في كتاب التوحيد، آخر درس ختم الشيخ كتاب التوحيد، فقال الطلاب: يا شيخ ماذا نبدأ بعد كتاب التوحيد؟ قال الشيخ: كتاب التوحيد. قال: يا شيخ، يا شيخ انتبه، الآن انتهينا من كتاب التوحيد. قال: هذا الكتاب يحتاج أن يكرر عشرات المرات. مفهوم؟ يعني لا يأتي واحد منكم ويقول: والله درسنا كتاب التوحيد. لا، كم مرة درست هذا الكتاب؟ كم مرة تعلم الناس؟ كم مرة تقرأ في هذا الكتاب؟ كم؟ لو تنظر إلى بعض العلماء تدريسهم لهذا الكتاب يمكن في أيام حياتك أنت، والله صدق يدرس كتاب التوحيد، ينتهي يبدأ، ينتهي يبدأ، ينتهي يبدأ. هذا علماء، علماء اليوم الذي ينتهي فيه من كتاب التوحيد يبدأ بكتاب التوحيد، ينتهي من بلوغ المرام يبدأ بلوغ المرام. هذا العلم عندهم، وهذا جعل في هؤلاء علم وضبط. الله، هذه الكتب وضع الله سبحانه وتعالى لها القبول في الأرض. ماذا تصنع؟ صح؟ ما تستطيع تصنع شيء. يعني كم ألف بعد الأربعين النووية؟ كم؟ كثير. وكم ألف بعد الأصول الثلاثة؟ كثير. وكم ألف بعد البخاري؟ كثير. وكم ألف بعد مثلا ألفية ابن مالك؟ كثير. لكن الله سبحانه وضع لهذه الكتب القبول في الأرض. أكثر كتاب طبع بعد كتاب الله، أي كتاب؟ الذي يعرف في عصره، أي كتاب؟ نعم يا بطل. لا، ها، لا، نعم، لا، سبحان الله، نعم الشيخ. رياض الصالحين أكثر كتاب طبع بعد كتاب الله، رياض الصالحين. لمن؟ للنووي رحمه الله. بن عثيمين شرح رياض الصالحين، مسجل هذا عن ابن عثيمين رحمه الله، يقول: أنا أتمنى أن يكون لي مثل هذا الكتاب. من؟ ابن عثيمين الذهبي، الذهبي إمام له مؤلفات، يقول: ليتني أعرف، يقول: ليتني أعرف ما السر الذي بين النووي وبين الله، يوجد سر. هذا إمام الذهبي صح، لكن يقول: يوجد سر بين الذهبي وبين الله سبحانه وتعالى، أنا لا، ليتني أعرف ما هذا السر. فأنت الآن بعض الناس يقول: كيف كذا كذا حصل؟ ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. مفهوم؟ أي نعم. وضع الله سبحانه وتعالى لهذا الكتاب القبول، وش نصنع؟
نشرح نمشي ما نؤلف. يعني الآن بركة العلم، ترى هذا ليس خروجا عن الموضوع، بركة العلم أن تسير على الطريق الذي سار عليه السلف. بن عثيمين مثلا رحمه الله كان يستطيع يلغي بلوغ المرام ويؤلف بلوغ جديد، ويستطيع يلغي الأصول الثلاثة وكتاب التوحيد ويؤلف كتاب جديد، ويستطيع يلغي زاد المستقنع ويؤلف كتابا جديدا في الفقه، يستطيع، لكن ما استطاع هو، لأنه يعرف أن البركة أن يسير بهذا الطريق. مفهوم؟ الشناقطة بينه وبين ابن مالك يعني، وبين خليل، مختصر خليل خلة، فيقولهم الشناقطة، يقول أن ابن مالك رحمه الله كتب في أول الألفية فائقة ألفية ابن معقل. ابن معقل الزغاوي ألف ألفية قبل ابن مالك ومات، وجاء ابن مالك وألف ألفية من ألف ألف، وكتب ابن مالك فائقة ألفية ابن معقل فقط إلى هنا ونام. هذا يقول الشناقطة رحمه الله. فعندما نام ابن مالك رحمه الله جاء رأى في المنام من؟ ابن معقل الزواوي جاءهم في المنام، قال يا ابن مالك فائقة ألفية ابن معقل والحي خير من ألف ميت. فائقة ألفية ابن معقل والحي خير من ألف ميت، يقول أنت الآن حي، أنا ميت لا أستطيع نافسك الآن، صحيح؟ لو كنت مثلك الآن على وجه الأرض أنافسك الآن تتكلم بهذا الكلام. فاستيقظ من المنام وكتب فائقة ألفية ابن معطي وهو بسبق حائز تفضيلا مستوجب ثنائي الجميلة، والله يقضي بهبات وافرة لي وله ولكم في درجات الآخرة. لازم نعترف للعلماء بالفضل، والله لن تجد بركة العلم إلا بأن تعترف لهؤلاء بالفضل. هذه زكاة العلم، مهم جدا. بعض الناس يتكلم ولا يقول، حتى لا يقول جزاه الله خيرا لمحمد بن عبد الوهاب. طيب، إذن عندنا أبواب خمسة، مقدمة فيها أبواب خمسة: وجوب التوحيد، أوجب الواجبات، ثم فضل التوحيد حتى تشتاق، ثم تحقيق التوحيد حتى تحقق، ثم الخوف من ضده، لأن من تحقيق التوحيد الخوف، ولا بد تخاف كما خاف إبراهيم عليه الصلاة والسلام، ولا بد من الدعوة إليه، لأن التحقيق من تحقيق التوحيد الدعوة إليه، والرد على من يقول أن أول ما يدعو عليه الصلاة. هذه أبواب خمسة، شروط الدعوة إلى الله خمسة. هذه الشروط الخمسة قال الله سبحانه وتعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. الشروط هنا: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، هذا الشرط الأول الإخلاص، وهذا الذي ذكرنا، لأن كثير من الناس لو دعا، يقول محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، لو دعا فيدعو لنفسه، حتى يقال عنه عالم داعي. على بصيرة، البصيرة ثلاثة شروط، على بصيرة ثلاث شروط هنا في على بصيرة، على بصيرة دليل واحد فيها ثلاث شروط: معرفة حال المدعو، والحكمة، والعلم الشرعي. يبقى معنا شرط واحد حتى تكتمل شروط خمسة: الصبر والعصر إن الإنسان الذي خسر. إذا شروط الدعوة كم؟ خمسة، أربع شروط هنا في الآية، وممكن الصبر يدخل. نعم، تقول الإخلاص والعلم الشرعي ومعرفة حال المدعو، إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، هذا الآن يريد يسافر إلى أفريقيا، لابد يعرف هؤلاء على أي معتقد، أي لغة، صحيح، ماذا لديهم، ما هو المذهب، لابد يعرف، إنك تأتي قوما
تهيئة الدعاء إلى الله من أهل الكتاب. والأخير الخامس الصبر.